السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. أدلة قصصية شفاء، تجارب شفاء أشخاص من الربو، التهاب الجيوب الأنفية، ألام الصدر، ضيق التنفس، مرض الشريان وأمراض القلب إلى آخر. طبعا نحن نجيب حلقات مقتصرة فقط ومن ثم بتسلسل فيما بعد. تحسن الرجل من حساسية الجيوب الأنفية والإصابة بالرش والربو. الحمد لله حساسية الأنف خفت كثيرة والإصابة بالرش خف كثير، والربو من أحسن إلى أحسن، وتم استغنائي عن المضادات الحيوية لشهرين منذ بداية العلاج بالماء الساخن. والأسبوع القادم إن شاء الله سأجري بعض التحليل عن الكوليسترول واليوريك أسيد حامض اليوريك، وأتأكد من النتيجة، وبعد ذلك سأكتب تقرير مفصل عن العلاج بالماء الساخن واستفادتي شخصيا منه. بارك الله فيك أخي العزيز، ويعلم الله أن شخصكم الكريم نعمة على البشرية، وذلك لمن علم وطبق علميا. الحمد لله. تحسن مواطن سعودي من حساسية الجيوب الأنفية وكتمة الصدر. أشكر الله ثم أشكرك على الفائدة من شرب الماء الساخن. لأني عانيت سنوات طويلة من الحساسية الأنفية وكتمة في الصدر، والآن بدأت في تحسن. والله الحمد ولله الحمد، جزاك الله خير أخوي، وجعلها الله في موازين حسناتك. إشادة شفاء رجل من الربو واستغنائه عن البخاخ. الماء الساخن بفضل الله تعالى شفي شقيقي من مرض الربو، كان لا يستطيع الاستغناء عن البخاخ، ولكن لما شرب الماء الساخن لمدة معينة شفي تماما واستغنى عن حمل البخاخ. فقط بس أردنا أن نقدم لكم هذه مختصر فوائد المستفيدين للعلاج بالماء الساخن فيما يتعلق بهذا الفوائد في مشاكل صحية. نسأل الله تعالى التوفيق لكم جميعا ووفور الصحة والعافية والعمر المديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسون أرجوكم بالاشتراك لمن لم يشترك، الإعجاب القناة والإعجاب الفيديو، ونشر لكل معارفك حتى تكسب أجر أيضا في نفس الوقت، ويستفيدون الآخرين يتأثرون أيضا من تجارب الآخرين، وتقديم تجربتك أيضا وتشجيعهم الآخرين في تقديم تجاربهم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.